سبق وأن قلنا أن الاعتماد على الوثائق المخبرية فقط هذا غير تام، وذلك لأن كثير من الرواة مجاهيل في الكتب الرجالية، يعني لم يذكروا بتوثيق أو تضعيف. لذلك هناك طرق متعددة لتوثيق الرواية. وكتاب الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه مما فيه تلك الطرق، وقد أشرنا إلى بعض تلك الطرق. هو صرح رحمه الله في مقدمة الكتاب بأن هذا الكتاب كتاب معتبر، ولذلك أسقطت أسانيد الروايات حتى لا يطول التأليف ويضخم الكتاب، وإنما اقتصر على الروايات، وهذه روايات معتبرة هكذا يراها. يقول أنه لوجود الإجماع عليه، يعني على ما ذكرته، الإجماع من العلماء على هذه المطالب، أو موافقته لما دلت العقول عليه. وسبق وأن قلنا أن الموافقة مع الدليل العقلي القطعي هو هذا يكفي في حجية المضمون والدلالة. ويقول الطبرسي أيضا أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف، يعني هذه التي ذكرتها، هذه الروايات هي روايات مشتهرة بين المخالفين والموافقين. فإذن الشهرة، الإجماع، الموافقة للدليل القطعي، هذه كلها توجب ماذا؟ توجب الاعتبار، ولا نحتاج إلى سلسلة السند بعد ذلك. لذلك ترون أن كثير من العلماء اعتمدوا على كتاب الاحتجاج، اعتمدوا. مثلا العلامة المجلسي قال إنه من الكتب المعروفة، هذا الكتاب الاحتجاج كتب معروفة، يعني كأنما عندنا نحن الخاصة، وجعل هذا الكتاب من مصادر بحار الأنوار. السيد ابن طاووس اعتمد على هذا الكتاب، بل شوق ابنه أن يستفيد من هذا الكتاب ويتعلم طرق الاحتجاج، وفقط اعتمد وإنما شوق. هذا أيضا مما يدل على ذلك. الحر العاملي رحمه الله اعتمد على كتاب الاحتجاج. الأغا بزرق الطهراني يقول في الذريعة: فهو من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام كالعلامة المجلسي والحر والمحدث الحر وأضرابهما. نعم، للطبرسي في هذا الكتاب سند واحد بالنسبة إلى ما وصل إليه عن تفسير الإمام الحسن العسكري. يعني هو يقول بما أن هذا التفسير ليس في الاشتهار كباقي الروايات التي ذكرتها، فأذكر سلسلة السند. يجيب سلسلة السند إلى تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه. طبعا ابن الغضائري هو من الرجاليين المعروفين، كان في زمن النجاشي، هما والنجاشي زميلان في الدراسة. ابن الغضائري عموما مضعف كثير من الرواة لأبسط الشبهات بعض الأحيان، فكثير من العلماء لا يعتمدون على تضعيف ابن الغضائري، يقولون بأن ابن الغضائري كأنما كان كلش متشدد، كان عنده نوع من الإفراط والصعوبة في توثيق الأفراد، لذلك هذا منهج لا يعتمد على تضعيفاته. غير أنه أكفت شبهة في ابن غضائري أنه الآب أو الابن، بس هذا بعد بحث في كتب الرجال. ابن غضائري مشدد ومضعف تفسير الإمام الحسن العسكري حسب الرواة، سلسلة الرواة الموجودين، إلا أنه وكذلك العلامة الحلي والمشهور عموما ما قابلين التفسير كسلسلة معتبرة من السند، وإنما فيها بعض المجاهيل. غير أنه هو ابن الغضائري مضعف فقط، إلا أنه العلامة المجلسي الأول يأتي ويقول بأنه هذا الكتاب، هذا التضعيف تضعيف غير صحيح،
ويبين الأفراد واحدا واحدا، سأنا مو في مجال التفصيل فعلا، ويصحح الكتاب ويصحح السند الواصل إلى هذا الكتاب الشريف تفسير الإمام الحسن العسكري. لذلك عموما إحنا ما عندنا إشكال في روايات كتاب الاحتجاج، وإنما هذه الروايات روايات نراها معتضدة بالأدلة القطعية أو المعتبرة، وهذا يكفي في الاعتبار بالنسبة للكتاب. إذن كتاب معتبر وإن كان ظاهره الإرسال أو ما فيه الإسناد فهو إسناد ضعيف على بعض المباني، إلا على المباني الأخرى الإسناد إسناد معتبر لا غبار عليه. طيب المجلسي الأول رحمه الله يقول ابن الغضائري مضعف المفسر الأسرابادي كما في معجم رجال الحديث إذا واحد يريد يراجع، يقول ما ذكره الغضائري باطل. من؟ المجلسي الأب. ما ذكره الغضائري باطل، وتوهم أن مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم. يعني كأنما هذا تفسير ضعيف، كيف إحنا ننسبه للمعصوم؟ هذا شبهة ابن الغضائري. ومن كان، هذا جواب العلامة المجلسي الأب، يقول ومن كان مرتبطا بكلامهم عليهم السلام يعلم أنه كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي خبير في الروايات يشوف هذه الروايات روايات التفسير. سلام عليك، تفضل تفضل تفضل. الخبير في الروايات يرى أن روايات التفسير روايات مرتبطة بالإمام، لحن الرواية أنها منقولة عن الإمام، أنها صادرة عن الإمام، وهذا النقل نقل معتبر. بعدين المجلس الأول رحمه الله يقول كما أن الشهيد اعتمد على التفسير ونقل أخبار الشهيد رضوان الله عليه، هذا لا غبار في فقاهته، لا غبار في علمه، في فضله، في فهمه للدراية والرجال. إذا واحد يريد يعدد أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، إذا هم ستة أحدهم الشهيد. فإذن يعني مو شخص أهل خبرة فقط، وإنما أهل خبرة بدرجات عالية من الخبروية يعتمد على هذا التفسير. ونقل أخبارا كثيرة عنه في كتبه، هذا مضافا إلى أن الصدوق اللي هو تلميذ المفسر الأسرابادي يعتمد على شيخه. إذن كثير من التشكيكات الموجودة هذه تشكيكات لا توصلنا إلى أي محصل. خب طيب، طبعا المجلسي الثاني رحمه الله في البحار قال تفسير الإمام من الكتب المعروفة واعتمد عليه الصدوق وأخذ منه، وإن طعن فيه بعض المحدثين لكن الصدوق أعرف وأقرب عهدا. البعيد قد يرى، القريب لا يرى. أنتوا إذا معاصرين لشخص ترون عيوبه، ترون محاسنه، فإن مدحتوه واحد جاي ورا 100 سنة يريد يذمه، هم من الأولى؟ طبعا المعاصر الذي أخذه رآه ارتبط به، مو ذاك البعيد اللي يمكن أخبار إنه هو سمع أخبار مختلفة اللي وصل إلى هذه القناعة بتضعيف الشخص. فالعلامة المجلسي رحمه الله في البحار يقول أنه الصدوق اللي أعرف وأقرب عهدا هذا اعتمد عليه، وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه. زين، في رجال المامقاني يقول إن الطبرسي موضوع اعتماد الشهيد في شرح الإرشاد كثيرا ينقل فتواه وأقواله. إذن هذا بالنسبة إلى اعتبار الكتاب. السؤال الثاني أنه المؤلف مختلف فيه، فهل هذا يعني مؤلف هذا الكتاب، فهل هذا يوجب ضعفا في الكتاب أم لا؟ المؤلف كما مذكور هنا أبي منصور، المؤلف أبو منصور أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي، هذا مؤلف هذا الكتاب، أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي، هذا ما ذكره، إلا أن تلميذ الطبرسي ابن شهراشوب
قال بأن اسمه أحمد ابن أبي طالب، مو أحمد ابن علي ابن أبي طالب. يعني كأنما هل هناك أحمد ابن علي وهناك أحمد ابن أبي طالب. العلامة المجلسي هم 17 ابن شهراشوب، وابن شهراشوب كان تلميذه المباشر للطبرسي. فهؤلاء كتبوا أحمد ابن أبي طالب مو أحمد ابن علي ابن أبي طالب، فهما شخصان أم شخص واحد؟ والموثق مثلا في الكتب هو أحمد ابن علي مو أحمد ابن أبي طالب. أحمد ابن أبي طالب يكون مجهول، مع أنه بعض الأعلام، طبعا أبو منصور خب لقب أبو منصور الكنية. الجواب أنه بعض الأحيان للاختصار واحد لا يذكر اسم الأب. الإمام الجواد يسمى بابن الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. الإمام الهادي أيضا يسمى بابن الرضا. الإمام العسكري يسمى بابن الرضا. لماذا؟ لأن الإمام الرضا كانت له ولاية العهد، فشيء ظاهري كان عند الناس، فاشتهر أمره وذاع صيته، فينسب ابنه وحفيده وابن حفيده إليه لأنه اشتهر هكذا. فيمكن وكثير من الأحيان هذا الشاعر المعروف ابن الحجاج، هذا كم يختلف عن الحجاج؟ الشاعر ابن الحجاج هذا من الموالين، ممن له أشعار جيدة في مدح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا يمكن هنا أبو طالب كان شخصية مشهورة، فيقول أحمد ابن أبي طالب ينسب إلى جده. فإذا هذا لا إشكال في أن أحمد ابن علي أو أحمد ابن أبي طالب شخص واحد للاختصار هكذا ذكر. إلا أن الإشكال أن المحدث الأسترابادي اللي كان في القرن العاشر وفاته، وأيضا ابن أبي جمهور الإحسائي، نسبوا هذا الكتاب إلى أبي علي الطبرسي صاحب كتاب التفسير، تفسير الطبرسي لأبي علي، والاحتجاج لأبي منصور. فإذن هو لمن هذا الكتاب؟ لصاحب التفسير أم لشخص آخر؟ مجموعة من العلماء تصدوا للجواب وقالوا هذا خلط حصل لهم، صاحب التفسير مع صاحب الاحتجاج في زمان واحد، فلذلك حصل الخلط. العلامة المجلسي في البحار يقول السند اللي عنده أبو منصور الطبرسي إلى تفسير الإمام الحسن العسكري، لأنه هذا السند الوحيد اللي يذكره، لم يعهد عن أبي علي الطبرسي صاحب التفسير. فإذن كأنما هذا خلط حصل لابن أبي جمهور وللمحدث الأسترابادي. إذن لا إشكال في مؤلف هذا الكتاب أيضا، وهذا لا بأس، يعني هذا الخلط الذي حصل صححه العلماء المتأخرون. طبعا الطبرسي حسب ما مذكور أنه منسوب إلى طبرستان، طبرستان يعني ناحية الفأس، الفأس طبر بالفارسي فأس، في مازندران شمال إيران لكثرة الأشجار وكذا، كأنما العبور من بعض الأماكن كان لا يمكنه إلا بالفأس، يعني كأنما واحد يفتح الطريق للجيش أو لغير الجيش. البعض هم قالوا هذه قرية تابعة لقوم، مدينة قوم المقدسة، فلذلك نسبوا إلى هذه المنطقة. طيب هذه الأمر السؤال الثاني. هناك سؤال ثالث وأخير من قبل البدء بالكتاب إن شاء الله. أكو هناك ضوابط للجدل وللمجادل أم لا ضوابط؟ نقول قطعا هناك ضوابط، مو أي واحد يدخل في ميدان الجدل إذا ليكون مليء بالعلم بفن المجادلة. يمكن واحد جيد عنده علم لا بأس به، ولكن بيانه ضعيف،
هذا لو يدخل في ميدان المجادلة شنو يصير؟ يفحم، ما يتمكن أن يثبت أمره، لأنه الجدل فن أيضا. عندما تجادل أهل الكتاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، عندما تجادل المعاند، إذا ذاك المعاند حجته باطلة ولكن لسانه قوي قطعا يغلبك. فإذن الجدال فن وعلم. إذا واحد ما عنده علم يجادل من غير علم، هذا يجادل إما بالباطل أو المستمع يعرف أنه هذا يجادل بغير حق. لذلك من المهم، الله عز وجل أيضا يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال خما إلى موضوعية، الجدال إلى طريقية، يعني طريق لإيصال الحق، طريق لإفحام الخصم الذي هو على باطل. فإذن هو حق، يعني هو فن وإلى طريقية. فما دام إلى طريقية واحد لازم يعرف حتى يوصل الطريق، يعني شنو يعني يوصلك إلى المقصود. لذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كانوا ينهون بعض الأصحاب عن الجدال، يدري هذا ما يجي ما يطلع منه شرخ على تعبيرنا، يتورط. أما وكانوا يشوقون البعض الآخر، أنا هشام بن الحكم هذا الشاب حقيقة واحد دو يطالع حياته يشوف كان شيء غريب. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول هذا نصرنا بقلبه ولسانه ويده، أو ناصرنا. هكذا الشاب شاب وغير مناهج مختلفة، يعني كأنما شاب حديث بس كان ذكي، ذهب إلى مذاهب منحرفة، بعدين عن قناعة أتى إلى المذهب الصحيح، مذهب الإمام الصادق، مذهب الجعفري بعد فترة. حقيقة يعني إذا واحد يقدر يطالع شوية في حياة هشام بن الحكم ليتخذه أسوة هذا جيد. هذا كان رجل غريب، الإمام الصادق دعاه لأن لا يفحم في جدال أيضا. أصلا الإمام في مجلس، قضايا متعددة عنده هشام، في مجلس كان قاعد، دخل هشام والحضور مجموعة من الكبار، من كبار المتكلمين، مؤمن الطاق موجود، هشام بن سالم موجود، أفراد آخرون. الإمام يقول أنقل مناظرتك مع فلان، فهو يخجل يقول لولا أمرك أنا ما أتجرأ، شاب حدث السن هو نابت لحيته. الإمام بافتخار كأنما يقول أنقل لهذول الحضور اللي هم أهل كلام أهل فن. هكذا في مجلس آخر شخص يدخل على الإمام، مجموعة قاعدين يريد يسأل، بعض الحضور يريد يتصدى للجواب، الإمام يقول له أنت لا، انتظر. ينتظر ينتظر إلى أن يدخل هشام بن الحكم، بعدين يقول باحث هذا، يقول هذا الطفل أو الشاب يعني الحدث أباحث. الإمام يقول هذا إذا غلبته فقد غلبتني. ليش؟ لأنه كان يعرف فن المجادلة، مطبوعة بعض الكتب في بيان فن المجادلة عمليا، هسه مو فكريا، هسه في المنطق يمكن فكريا مذكورة الضوابط الكلية، أما عمليا في ميدان العمل جلس. إذا واحد يتمكن أنه في بعض الأحيان، طبعا هو هذا الكتاب كلها روايات تدلنا على طريق المناظرة الصحيحة، طرق المناظرة الصحيحة، يمكن قد الإنسان يكتفي بهذا الكتاب أو يتوسع أكثر. في تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد رضوان الله عليه عن الإمام الصادق، الإمام يشوق يقول حاج الناس بلساني، يعني لما نريد تحاججهم عن طريقي عن رواياتي بلساني، فإن حاجوكم فأنا المحجوج، يعني لا تخافون روحوا بس بشرط أن تعرفونها، مو أنه إذا واحد ما يعرف يدخل، خصوصا الآن على الفضائيات تشوفه يروح أو يمكن بأبسط الشبهات ما يقدر يجاوب، إما أن يتراجع عن عقيدة ثابتة أو يتغالط، ولهذا المغالطة تكون ظاهرة للناس، هذا ما يصير. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر، من أعاننا بلسانه على عدونا أنطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عز وجل. زين، هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى الاحتجاج هذا الكتاب. شنو الاحتجاج؟ مصدر أي الأبواب؟ ها؟
مصدر بابل الافتعال. شنو معاني هذه الهيئة؟ الافتعال ثلاثي مزيد. شنو معاني هيئة الافتعال؟ طلب الحجة، يعني يطلب من الآخر الحجة. يقولون في معاني الاحتجاج في شرح النظام، راجعوا، أربع معاني لباب الافتعال. نشوف هسه كل هاي المعاني تنطبق على بحث الاحتجاج أم بعض هذه المعاني. أربع معاني يذكر في شرح النظام والكتب الصرفية الأخرى، شرح الشافية، للتفاعل. الاحتجاج تفاعل، يعني بين طرفين، فلان يدلي بحجته وأنت تدلي بحجتك بهذه الطريقة، الطرفان يقيمان الحجة. مثل اختصموا يعني تخاصموا، احتجوا يعني تحاجوا. هذا المعنى يجري في بحث الاحتجاج، يعني يكون هذا الافتعال باب التفاعل، نفس معنى التفاعل. المعنى الثاني الاتخاذ، اشتوى يعني اتخذه لنفسه شواء، احتج يعني اتخذ لنفسه حجة، هذا المعنى أيضا ينطبق. المعنى الثالث يذكرون للتصرف. شنو معنى المعاناة في تأثير الشيء والمبالغة والاحتيال في تحصيله؟ تكسب، تكسب يعني شنو؟ يعني بصعوبة. النتيجة الكسب مو قضية سهلة، إذا كانت قضية سهلة الكل كانوا أصحاب كسب وأصحاب مال. تكسب يعني بصعوبة، ديعاني هنا نهم شنو؟ احتج يعني بالصعوبة، يعني كأنما هناك شخص قوي، خصم قوي، أنا بالصعوبة لازم ألقي إليه حجتي وأفحمه في حججه. هذا المعنى أيضا يكون تاما. المعنى الرابع يقولون مطاوعة باب الثلاثي، يقول غممته فاغتم. هذا المعنى يمكن واحد يفكر أنه يمكن يعني أعطيته الحجة مثل ما تفضل الأخ فاحتج، يمكن هذا المعنى لا يكون مناسبا لبحث الاحتجاج، لأنه مو كل هذه المعاني تنطبق على كل المواد، وإنما بعضها قد تنطبق. إذن هذا الاحتجاج في معناه اللغوي. طب آخر نقطة الجدل. شنو الجدل؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. شنو معنى الجدل؟ الجدل كما في اللغة اللدد، ألد الخصام في الآية المباركة. اللدد يعني الخصومة في الكلام. أكو في الرواية أنه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، خاصموهم وبينوا لهم الهدى. مو كل خصام سيء، لا، الخصام يعني هو الجدل. وبينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه وبينوا لهم ضلالهم. تبين حقك وتبين إلى شنو؟ ضلاله. في الصحاح جدلت الحبل يعني فتلته فتلا محكما، كأنما المتخاصمان واحد يفتر حول الثاني ويريد أن يدلي بحجته ويفحمه في أمره. هذا بالنسبة إلى بعض المقدمات. أما نأتي إلى الكتاب، بعد المقدمة، وذكرنا أنه يقول في جزء من المقدمة أن الغرض، ثم إن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب، ما الذي دعاني؟ عدول جماعة من الأصحاب عن طريق الحجاج جدة، يقول المحاجة هذه أمر باطلة، وعن سبيل الجدال وإن كان حقا، وقولهم أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لم يجادلوا قط ولا استعملوه،
ولا للشيعة فيه إجازة. الأئمة ما جادلوا ولم يجيزوا الشيعة في ذلك، بل نهوهم عنه وعابوهم، يعني عابوا الجدل ونهوا الشيعة عن الجدل. هذا ما ذكره الأئمة. نهى من؟ الإمام نهى من؟ من لا يتمكن، إما لضعف علمه أو لضعف فنه، هذا الذي نهى، مو الكل شوقوا. يقول: فرأيت عمل كتابا يحتوي على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع والأصول مع أهل الخلافة وذوي الفضول، قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غاية كل مرام. طيب، فسنأتي إلى الفصل الأول في ذكر طرف مما أمر الله في كتابه من الحجاج والجدال بالتي هي أحسن وفضل أهله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. احنا سابقا ذكرنا يعني يمكن أن ما يكون مصداق للحكمة البرهان اللي يذكره هو الحكمة، يعني إحكام الشيء، وضع الشيء في موضعه، هذا معنى الحكمة. وماكو فد بيان من الروايات عن في هذه الآية بالخصوص المقصود بالحكمة. فكل أمر مستحكم، كله يقولون أحكم الشيء، الحكمة نفس المادة من أحكم الشيء، يعني شنو؟ يعني جعله محكما متقنا. فالقاطع ما يجعل الشيء محكما، البرهان هم يمكن يكون من مصادق جعل الشيء محكما، مو كان تفسير للحكمة أنه البرهان اللي ذكرنا البارحة، يعني لا يصير هذا القلب، وإنما الحكمة الموعظة الحسنة، يعني ما يؤثر. ذكر البعض أن المقصود طبعا بالحكمة، الطبرسي في التفسير أبو علي الطبرسي قال الحكمة القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالقرآن، هكذا بيّن. البعض قالوا لا، الحكمة كله أمر الحكيم، يعني كله أمر المستحكم. الموعظة الحسنة طبعا مو المقصود بالخطابة كما في الصناعات الخمس، وإنما من مصادق الموعظة الحسنة الخطابة، مو أنه تفسير أو تبيين. الموعظة الحسنة يعني ما يوجب ابتعادهم، كما يقول الشيخ الطوسي في التفسير رحمة الله، ما يوجب ابتعادهم عن النار وعملهم نحو الثواب واقترابهم إلى الجنة، هذا المقصود بالموعظة الحسنة. الجدال هم المفسرون لهم معنى في الجدال، أهل الكلام لهم معنى في الجدال، الجدال المنطقة هم له معنى. فإذن هذا ما كان بيان، وإنما كان مصداق أو تقريب للذهن. فهنا الله عز وجل يقول: جادلهم بالتي هي أحسن. في الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هنا نفي واستثناء يدل على الحاصر، إنما يكون الجدال بالتي هي أحسن، غير هذا الجدال مو مقبول. في الآية الثالثة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. إذن حاجة من أي باب؟ حاجة حاجج، شنو؟ باب المفاعلة، باب المفاعلة بين طرفين، يعني هذا حاج إبراهيم، إبراهيم هم أيضا حاجه، المحاججة كانت من الطرفين. إلى أن نصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.